محطة الضبعة النووية، حقول البترول، مدينة العلمين الجديدة، ميناء مرسى الحمراء، كما تشترك قاعدة محمد نجيب العسكرية في تأمين حدودنا الغربية بالتعاون مع قاعدة براني العسكرية. وقد جاءت إعادة تمركز الوحدات العسكرية للمنطقة الشمالية في موقعها الجديد بمنطقة الحمام، وسيلة مثالية للحد من التكدسات المرورية داخل مدينة الإسكندرية. وبسواعد المهندسين العسكريين تم إنشاء 72 ميداناً شملت مجالات التدريب التخصصي. هذا بالإضافة إلى ميادين الرماية لمختلف الأسلحة. شملت المنشآت الجديدة فوجاً لنقل الدبابات الثقيلة، مع إعادة تمركز الفوج من منطقة العامرية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، ليتسع لنحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات، ليكتمل الكيان العسكري في القاعدة، مع رفع كفاءة المنشآت وميسات الضباط والصف والجنود. وجاء إنشاء قاعة المؤتمرات متعددة الأغراض، والتي تتسع لألف وستمائة فرد بمثابة نقلة أخرى بما تحتويه من منشآت علمية وعسكرية وإدارية ملحقة. وفي إطار اهتمامها الرياضي المتعاظم، أنشأت المنطقة الشمالية العسكرية عشرات المنشآت الرياضية، ومنها ملعب كرة قدم أوليمبي، وصالة رياضية مغطاة، وناديان للضباط وضباط الصف مزودان بحمامي سباحة. كما انتهت المنطقة الشمالية من تمهيد الطرق الطولية والعرضية بالقاعدة، وذلك بإجمالي 72 كيلو مترا، مع إنشاء 4 بوابات رئيسية و8 بوابات للوحدات. فدان وزراعتها بالحاصلات الموسمية وزيادة المساحات الخضراء في نطاق المسؤولية لتغطي 20,000 متر مربع. كما تم الانتهاء من إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة تخزينية
2000 متر مكعب وتجديد ورفع كفاءة 7 بتطوير وتجديد شبكة الكهرباء عبر تركيب 5 محولات كهربائية جديدة بقدرة 0.5 ميجاوات، فضلاً عن تركيب ما يزيد عن 2700 كشاف ليد و50 خلية طاقة شمسية، تمشياً مع سياسة الدولة والقوات المسلحة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي.